قدمت الدولة المصرية العديد من البرامج والمبادرات الصحية اللي دعمت المرأة المصرية واللي استفادت منها 34 مليون و700 ألف سيدة، سواء من خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ انطلاقها في يوليو 2019 وصولا لمايو 2023. كمان أجريت 1,600,000 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في يوليو 2018. أما ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس فتم فحص 1,700,000 ألف طالب بالمجان خلال العام الدراسي الحالي. بالمناسبة دي خلينا نتعرف أكتر على جهود الدولة لدعم مبادرة صحة المرأة. بيشرفنا أن يكون معنا على التليفون الدكتور لؤي قاسم، عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. دكتور لؤي، يعني ربما آخر مداخلة لحضرتك معنا في نون القمة منذ حوالي شهرين كان نسبة المستفيدات من يعني البرامج والمبادرات الصحية كانت حوالي 32 مليون، احنا دلوقتي بنتكلم في فرق زيادة 2 مليون و700 ألف تقريبا. تمام، تقريبا بالفعل. ودول كانوا يا اما زيارات جديده، يعني اما سيدات لاول مره بيجوا يعني يكشفوا، او تكرار اللي هو الكشف الدوري المتكرر بعد ما كانوا كشفوا المره الاولانيه وطلعوا الحمد لله كويسين، بيتعمل برضه تكرار بالمواعيد السنويه اللي هي متفق عليها. ده شيء هي مهم جدا، لانه مش لانه طلع الكشف الاول في عن الاورام طلع طبيعي يبقى خلاص بنقفل الفايل تماما، لكن بنعمل دايما مواعيد للكشف الدوري، ودي في الغالب بتكون مره كل سنه عن طريق الكشف الاكلينيكي، واذا لقينا انه في احتياج لعمل اي فحص اضافي بنعمل سواء اشعاعات زي الماموجرام زي العينات، وده كمان بيتم في خلال المبادره. شايف حضرتك لأي مدى استمرار مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي نجحت وبتنجح الحقيقة في اكتشاف حالات كثيرة في القرى والمحافظات؟ هو طبعا الحمد لله في إقبال كبير في كل محافظات مصر على المشاركة وعلى الفحص بكل مراحله، يعني من أول الفحص الأولي في وحدات الرعاية الصحية في المحافظات الصحية، أو الفحص المتكرر المتقدم زي مثلا اشعاعات زي الماموجرام او العينات وهكذا، وده في اقبال عليه. والاهم من كده انه ده ترجم بالفعل الى انه زياده نسبه الحالات اللي تم اكتشافها مبكرا مقارنه بالحالات اللي بيتم اكتشافها في مراحل متاخره. يعني تقريبا حوالي ما بين 70 الى 80% من الحالات المكتشفه بتكون كلها في مراحل مبكره، ودول نسب الشفاء فيهم بتكون عاليه ما بين 92 الى 98% على حسب المرحله والورم وهكذا. عظيم جدا. في مبادره كمان دكتور لؤي، مبادره الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، يعني تم الكشف تقريبا زي ما ذكرنا عن 1,700,000 طالب بالمجان في المدارس. اذا بنتكلم عن العام الحالي، يعني العام الدراسي الحالي فقط. هو ده مرتبط طبعا ب يعني زمايلنا من المتخصصين في امراض الكبد وكده والاطفال المتوالين ده، وده برضه طبعا الحقيقه يعني احنا في مجال الاورام لاحظنا بعد مثلا المبادره الاولى في الكشف عن فيروس سي وعلاجه انه نقص يعني او علاج حالات فيروس سي واكتشافه مبكرا بيؤدي للوقايه كمان من انواع اخرى من الاورام، فده يعني كمان ليه دور مهم في الوقايه من الاورام. طيب بالنسبه للفحص الاكلينيكي اللي حضرتك يعني كلمتنا عنه دلوقتي، ايه اهميه توفير الدوله ليه ضمن المبادره الرئاسيه، والى اي مدى بيساعدكم في يعني اكتشاف وعلاج الحالات اللي يعني بتجيلكم في المراكز؟ هو اولا احنا لازم نعرف نقطه مهمه عن السرطان عموما وسرطان الثدي خصوصا، انه لما بيتم اكتشافه في مرحله مبكره فرص علاجه والشفاء منه بتبقى عاليه جدا زي ما قلت لحضرتك، نسبه ما بين 92 الى 95%، ولكن الاهم بالنسبه للسيدات انه العلاج كمان بيكون ابسط، يعني بنقدر نتجنب مثلا العلاج الكيميائي في نسبه من الحالات، بنقدر نتجنب جراحه الاستئصال الكامل في نسبه من الحالات. طب ازاي بقى بيتم اكتشافه مبكرا؟ هو عن طريق انه الفحص الدوري. يعني ايه؟ يعني السيده ما تشتكيش من حاجه خالص وتروح تكشف في مواعيد محدده مره كل سنه، بيكشف عليها طبيب متخصص بيعلمها اولا ازاي تكشف على نفسها، وده اسمه الفحص الذاتي. ثم بيكشف هو عليها وبيعمل اذا حس انه الكشف مطمئن تماما ومفيش اي علامات يعني مقلقه خلاص بيديها الموعد بتاع المره اللي جايه،
لو في اي حاجه مؤذيه او غير كافيه الفحص الاكلينيكي للاطمئنان بيعمل الخطوه اللي بعدها وهي الفحص الماموجرام، وده اشعه عاديه مشاكلها قليله جدا غير ضاره، بتقدر توصل لتشخيص دقيق. اذا برضه حتى ما كانش ده كافي بنعمل عينه من الكتله او من الحاجه اللي محسوسه للتاكد اذا كان ده ورم فعلا ولا لا. اخيرا دكتور لؤي، يعني كل مداخله احنا حريصين ان احنا نسال حضرتك عن احدث بروتوكولات العلاج المتبعه في المبادره والمتوفره عندنا في مصر. هو الحقيقه ده شيء جيد جدا في 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 خطط علاج الاورام بشكل عام، ان هي دائما في تطور مستمر. فحاليا في اولا تطورات جديده في دخول انواع مهمه من العلاج زي العلاج الموجه والعلاج المناعي مثلا، بيحقق بدرجه كبيره نسب شفاء في المراحل المبكره، واحيانا سيطره جيده جدا على المرض حتى في المراحل غير المبكره المتقدمه. بالضبط، وده الحقيقه على المستويين بيتم يعني اتباعه في المبادره، بتطوير خطوط الاسترشاديه بتاع علاج الاورام واورام الثدي يعني خصوصا بشكل دوري، وادخال يعني في كل مرحله من التطوير ده المستجد من العلاج، من النجاحات اللي بتحصل في العلاج. فحاليا بيتم العلاج باستخدام كثير من انواع الادويه الموجهه ضمن بروتوكولات العلاج على نفقه الدوله داخل كل المراكز التابعه للمبادره في كل المحافظات. والحقيقه في عدد كبير من المرضى حاليا مستفيدين من العلاج ده، وبيتم علاجهم سواء على نفقه الدوله او من خلال مستشفيات التامين الصحي التابعه للدوله. أنا بوجه كل الشكر والتحية لحضرتك وكل القائمين على المبادرة. بكل تأكيد دكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، شكرا جزيلا.